ثلاث أدعية نبوية عاملة زي وصفة نبوية مستجابة الدعاء يقينا. إيه هي الوصفة؟ الدعاء الأولاني اللي أنا أنصحك بيه هو دعاء قضاء الحاجة اللي النبي قال لنا ما من أحد عنده حاجة إلى الله فيدعو بهذا الدعاء إلا استجيب لها. اكتب معايا واحفظ معايا: لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم يطلب حاجته. أطلب بقى، قول بقى أنت عايز إيه. يا رب يا رب أتمم هذه الزواجة مثلا، يا رب ارزقني بهذا المبلغ من المال، أطلب دنيا وآخرة، يا رب اجعلني رفيق النبي في الجنة. دعاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. اعمل ورد الذكر وبعدين ادعي بالدعاء ده. طيب ايه الدعاء التاني؟ اعمل ورد الذكر بإحساس كبير وبعدين ادعي باسم الله الأعظم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بهذا الدعاء، قال: أتدري بما دعوت؟ لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم. ايه هو الدعاء دون؟ اكتب معايا: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، واطلب اللي أنت عايزه. الرجل دعا بالطريقة دي، قال: لقد دعوت باسم الله الأعظم. طب ما أقوله على طول، ليه ورد الذكر قبله؟ ورد الذكر قبله بيديك قلب مستعد إن هو يرفع إيديه ويجري اللسان لأنه حاسس بحب الله. ليه أبدأ بالذكر قبله؟ لأن الذكر بيفتح أبواب السماء، إن ربنا راضي عنك بعد ذكرك واستغفارك وتمجيدك له بقولك لا إله إلا الله وحمدك ليه بالحمد لله، فتكون الاستجابة أقرب وأسرع. طب وإيه هو الدعاء الثالث؟ الدعاء الثالث هو الحقيقة كمان ذكر في حد ذاته: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مش أنت دعيت بالدعاء الأولاني أو الثاني؟ وكل ربنا. هو توكيل الله يعمل إيه؟ توكيل الله يخلي ربنا يتولى أمرك. علمنا النبي كل يوم الصبح 7 مرات وكل يوم بالليل 7 مرات نقول الذكر ده: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول النبي: من قاله حين يصبح كفاه الله همه في ذلك اليوم، ومن قاله حين يمسي كفاه الله همه في ذلك اليوم.